مشاهدي LBCI والLDC وتحية لجمهورنا الكريم داخل الاستوديو، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة حماسية من برنامج أمي أو من أمك. مشاهدينا، وصلت الأمات حاملة ملاعق الخشب ورايات تخفق بالعالي. مناكل راس الحية ولا مناكل بتنجان نية؟ أم بتصرخ لمجدرة مسامير الركب، وأم بترد عليها بغضب الخبز الحاف بعرض الكتاف. الليلة مشاهدينا ثلاث أمات وولادهم جايين تيشاركوا بكرنفال الأكل اللبناني ويتنافسوا بأصول الطبخ. المنافسة بوعدكم رح تكون قوية، خاصة أنه الأولاد هن اللي رح يطبخوا، وكل أم بدها تشوف حالها بكرة بين جيرانها بالحي. بداية خلونا نرحب بحكم برنامجنا. حكم برنامجنا هو رامبو الكب بشحمة، هو تشاك نورس الفوارغ والغمة، هو جون كلود فان دام فتت المقادم واللبن أمه. منرحب سوا بالشيف الذهبي الشيف أنطوان. شيف هلا حبيبي. يا شيف عم بشتاق لك من اسبوع لاسبوع. ما بصير على كل شيف، بما انه غبت عني هالغيبه رح اقول لك، رح اقول لك اليوم على اغنيه الدلعونه، بقول لك اوف 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 على دلعونه وعلى دلعونه، ببرنامجنا في الشيف انطونا. يا شف الواقف حد المقلاية، قرب ودقلي هيدي الكوساية، بدي اتعلم افرم مقتاية، انت استاذ علينا بتمونا. وعلى دلعونا على دلعونا، ببرنامجنا في الشيف انطونا. طيب الكوسيه؟ طيب بدي اكلها. اكلت منها نصره وهلا بدي اكلها بتلفف الحلقه. بس ما تقول لي شاف مش صوت حنون؟ بجنن. بعدين هونيك الحي بتاكل راس الحي ولا بتاكل بتنجان نيه؟ انا الكوسيه بدي اكلها خلص. ونيه. ونيه. شو مليون على فكره في... الكوسه النيه هو كتير مفيد للي عندهم سكري. هاي تعليمي. والبتنجان النيه. طبعا تعليمات بنوجهها من الشيف انطوان للمشاهدين هيك ليصيروا يعرفوا شو برد عليك وبلاها. والله ليك انا مرات صاير عم خاف من رداتك، لانه انا دائما بتعرف بدلعك والشيف انطونا بتجي انت شلع. طب هي شكلي هيك بالحكي بس شيف بتعرف كل شيء منك عسل. يلا عسى هيك حلو. يلا قول اوف 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 اوف. وهلا هلا يا ميشو، مدري من وين اجاني فضلو. طبخك ما بيسوى ابدا، روح شف لك شغلي. أيوة. تاني شفت ميشو حد الفرن عم يتخانق هو الجرن، صوته براسي عم بيطن مثل تكسير الحناني. ايوه وصوته براسي عم بيطن مثل تكسير الحناني. شفت يا شيف أنطوان؟ شفت ولا صوتك ملا بهالحلقة عم يضل يطن؟ عم يضل يطن. عم يضل يطن. شيف أنطوان مثل العادة بتعرف والمشاهدين انه في عنا ثلاث كوبلات بحلقة اليوم، هالثلاث كوبلات رح يتنافسوا الأمات وولادهم، اوكي؟ ثلاث كوبلات بحلقة اليوم، مين رح يكون بيناتهم أمي أو من أمك؟ الكوبل الأول رح يكون كارول وجني. كارول بتحب الطبخ كتير وحلمها تصير شيف، أما جني بنتها فما خصها بالمطبخ نهائياً. اليوم الأم رح تجرب تنقل لبنتها معرفتها المطبخية الكبيرة وتبرهن للكل إنه هي أقوى أم بلبنان. الكوبل الثاني معنا سلوى وشربل. الست سلوى ست لبنانية أصيلة وبتعرف المطبخ اللبناني من طقطق للسلام عليكم. من ميلة تانية ابنها شربل كوافير شاطر، واليوم رح يترك المقص ويحمل السكين ويبلش فرم حسب إرشادات أمه. الكوبل الثالث والأخير هن ناهدة وإلي. ناهدة ست بيض، واليوم رح تراقب كل حركات ابنها إلي بالمطبخ وتوجهه ويرفع لراسها بين الناس. وهيك مشاهدينا بنكون قلعنا بحلقتنا اليوم مع الكوبل الأول يلي بده يتنافس حول لقب أمي أقوى من أمك. معنا الكوبل الأول كارول وبنتها جني. زقف لقلن. أهلا وسهلا فيكم كارول وجني. أكيد بدكم تتنافسوا مع كوبلين عم بتبعوكم من السلو ومن جوا. بدنا نرحب بالست سلوى وابنها شربل. أهلا وسهلا فيكم كمان، رح نشوفكم بعد شوي. وأيضا مدام ناهدة وابنها إلي. تحية لكم.
وهيك صار وقت نبلش نحن وياكم. اول شيء مدام كارول اهلا وسهلا فيكي معنا. كيف الوضع؟ كيف الطبخ؟ اوه غير شكل. تطبخي منيح؟ جاني هاي جاني هاي. شو اخبارك؟ تمام. جاني شو بتعملي؟ انا بتعلم بالجامعه. اها شو بتتعلمي؟ عم بعمل ترجمه. ترجمه؟ ترجمة؟ هلا بدك تترجمين للاكلات يصيروا طبخه. كيفك بتترجمي؟ هلا رح ترجم لكم الحلقه. طبختي شيء من قبل؟ سلقة باستا. وإنها تقول وقد سلقت باستا في إحدى الأيام. كارول كيف سلقتن للباستا؟ حطيت المي بالطنجرة ودغري حطيت الباستا طلعوا عجينة. أيوة يعني الله يستر اليوم شو رح يطلع. نتعشى الليلة أنا والشيف أطوان ولا مش ظابطة؟ شو معقول يطلع لك اليوم؟ الله يستر. عم تطلع هيك هون جوا هيدا الغطا السحري جوا بيكون في عنا المكون الرئيسي. اوكي طيب رح اعطيكي معلومه. اوكي جاني جوات هالطبق السحري في شيء عايش. حلو. شو رح يطلع لنا داخل الطبق السحري؟ بنقول 3 2 1. شو بتقولي؟ حمسه بتعرفي ايش هو؟ شو رح يكون في داخل الطبق السحري؟ هالمرة صار وقت الجد وصار لازم نكشف وبنقول 3 2 1. طبق. طلعت عم بمزح معي. أنا مش عارف شو في قلبها. شو شربل عم بدك تشوف؟ شربل عم يتنقوز من هونيك وناهدة. عدس. عدس. مدردرة. يا مدردرة يا مجدرة. مدردرة. مدردرة. هلا المدردرة أنا ولا مرة أكلها لوحدة مدردرة هيك إنه شو الغدا مدردرة؟ شو بيعملوا معها؟ سلط. سلط. سلط شو؟ هاي الله ملفوف خيار وبندورة. شو بتحبي مع المدردرة؟ ملفوف. ملفوف. طيب فإذا هيدي هي اليوم بدنا نعمل طبخة المدردرة. أوكي. أوكي مع جات ملفوف. وأهم شيء بالمدردرة شو؟ البصل. البصل المقلي على وجهه صح؟ اي بدك تقصي بصل هلا. عندك فرق. بتحبي ريحة البصل او لا؟ كثير. اوه اوكي جاني جاهزة على التوب يلي هي شو بنقول على التوب؟ الهوبا. بنبلش بالدقيقة وبتنطلقوا برحلة البحث عن المكونات. جاهزة جاني؟ من هلا جاني ولا كارول؟ 3 2 1. اوبا بلشنا. يلا كارول قولي لنا. يلا جاني جيبي بعد عدس جيبي رز جيبي كمشة بصل بسرعة. شو جاني مش عارف البصلات؟ عادة ما بتوديها على الدكان او لا؟ ما بتروح بعد؟ عدد. اوكي بعد بصل بعد بصل؟ اطيب. طيب بعد وحدة خلص. هلا مهم نقلع بنحنا انه اذا جابت بس بصل رح ناكل. طيب بس بصل. وين العدس؟ وين الرز وين العدس؟ يلا جاني 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 ها ها جاني. اسرع اسرع جاني. 25 ثانية بعد فيه. ما تنسوا السلاد كمان. ما تنسوا السلاد. اها حطيهم اول شيء حتى لا تربح وقت. حطيهم على الطاولة هون بسرعة بسرعة جاني غيرها. ما تنسي السلاد بدنا نعمل سلاد ملفوف. ملفوفة. اوكي هيدا الزيت وهيدا الملح. حامضة. وحدة. حامضة. اوكي 4 3. حامضة وحدة. جاني 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 نو 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 جاني سلقي. ايه اوكي هاي الملفوفة. فإذا هودي هن المكونات. شو ناقص؟ بهارات. مش ناقصة بهارات؟ ما بتحطي لها بهارات؟ مادة زيت حلو كمان. اها للسلاد. شو غير؟ وتوم كمان ناقصين التوم. طيب هلا شو رح يصير؟ بس تبلشي بالطبخة اوكي ايه. بعد 10 دقايق كارول بحق لك تفوتي بتكبسي على هي الكبسة وبتفوتي بتجيب الاشياء بس بصير الوقت دوبل. اوكي وفيك تساعديها تقعدي معها قد ما بدك بس طبعا الوقت بيكون عم يكون راكب. شو جاني حسك موترة؟ قد ما انا وقت. ايه؟ رح نعطيكم ساعتين على هالطبخة. ايه؟ لبكره قاعدين ما عندنا شيء. هي عادة قد ايه بتاخذ معك وقت هيك هي والسلاد؟ نص ساعة. نص ساعة؟ 30 دقيقة؟ منشان هيك نحن بتعرفي انه كرمة بالبرنامج رح نعطيكم 10 دقايق. واو. لا رح نعطيكم 25 دقيقة. اوكي. اوكي 25 دقيقة لنعمل المدردرة ونعمل سلاد الملفوف. كارول كل التركيز عندك. يلا. اوكي ركزي كثير منيح. انت بدك تعطي التعليمات لجيني وتقيلة شو بدها تعمل. جاهزين؟ جيني جاهزة؟ كارول في توتر شوي؟ اوكي على اوبا بتبلش وبنقول لهم 3 2 1. اوبا بلشنا. طنجرة.
يلا عجلي شو عم تتمشى عاد عم بالبيت تسمع الكلمة ولا لا؟ لحظة جيبيها روح حطي مي تسمع الكلمة بالبيت؟ تسمع الكلمة؟ يعني مش كتير قديه كلها؟ مش كتير لا مش كلها يلا جاني لنشوف تقريبا نصة عبيها لنشوف يعني. اليوم إذا رح ناكل مدردرة أو يلا شكله ما طب يلا يلا حطي عدس بعدنا مبلشين اوكي لا 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 حطي العدس هلا عم حطي عجلة طيب اوكي ما تعيطي ما كثير ما عم تعملي شيء دبكت دبكت بعدنا مبلشين هيك قد ايه بحط طيب؟ حطي بعد بعد شوي بدنا نعمل كذا صحن بدنا ناكل ونتعشى بس ايه خلص يلا ولع النار ما بدك تصوليهم للعدسات؟ ما في وقت شو ما في وقت 25 دقيقة؟ خلص اوكي مثل ما بتكرم عيني غطي او هيك غطي بس خفف النار شوي وجيبي الخشبة لتفرمي يلا جينيفر عروة جيبي الخشبة الخضراء يلا قص البصلة من راسها وكعبها اوه هلا شو شيل لحظة جيني نحن في عندنا شيء كثير مهم بالبرنامج هو السيفتي اوكي بنلبس الكفوف اوكي ربطين كبيرة على ايدك هلا رح نستمتع بريحة البصل ونشوف جيني كيف رح تبلش تدمع بعد يلا قص راسها وكعبها طيب يلا قشري روقي شوي قصدي كارول شوي يلا قشريهم كلهم اخر شي بتفرميهم يلا طيب روقي رايقة هيك انا وياك ما بتحملك انا اذا هيك انا وياك اوعى تجربي اصلا لازم تجيب طنجره ثانيه بتحط زيت وتقطع جوانح فروج وتحط البصل وتقلي اصلا انا قلت لك شيء ما رديت علي شو؟ اوعى تجربي شو؟ هيك طيب انا كنت على الرايق ما بفهم انا على الرايق الله ماشي حالة ماشي حالة كتير بطيئة شو بعمل هلا؟ قصي يا اثنين هيك؟ ايه اسرع ليه؟ اسرع جيني اسرع تبع ايدي طبيهم وفرميهم جواني هيك؟ ناعمين شوي مش قشعة افضل انك ما تقشعي لا ايه طيب يلا ما هالسكينة مش منيحة نيانك انك مش قشعة البصري عم تفرمها يعني عم تعملها قصيها منيح هيك ايه بس من طولها جيني حط البصلة بالطول ايه هيك اهيالك لا وعصبيعك لا هيك؟ ايه صبتك ايه يلا كبريون شوي ايه كبريون شوي معلك مش هيك اسرع شو اسرع كتير بطيئة هيك بدل ما تعيطي ليه ما بتشجعيها لبنتك برافو ماما زافن لجيني واخيرا تعلمت تقص بصلي برافو جيني برافو صحبتي اخذت معها وقت كبريها شوي ايه عم كبرها بتحب البصل شكلك ايه انا بحب البصل ايه طبعا والثوم يلا غيره بس بحبهم يكونوا هيك مرتبين بالقص اوكي وانا عم بتسأل دمعتي ولا بعد يلا عم تبكي مين زعلك خلص روقي جاني روقي خلص ولا زعل خلص جاني نزلوا دموع على جاني على البصل يلا وادي انت عم تعيط عليا ما تخافي اصابيعك مخبيين بدي خفت بس عم بقشع بطلت قشعة مش قشعة اذا عم تعملي صح لكنش انا قشعة اذا عم بعملي صح يا الله جاني 24 دقيقة بعد عم نقص البصل انه قصينا رح ناكل بصل ولا مدردرة طب ما كتار صاروا فرجيني هالعين تاني لك الدموع يلا انت عم تقصي انت عم تقصي كتار صاروا خلص يمكن عم تبكي منك عم تعيط عليها مش من البصل من شو عم تبكي من البصل ولا من امك الاثنين خلص عاش فانت بطلت بعد في شقفة هون بعد في شقفة ما فرمتي يا بس هلا كمان كأنه معقول كارول طيب يلا عم بتحسبيه على شقفة ليش وصيت خلص جيب المقلاية روحي جيب مقلاية خليني نشوف جوا كيف وضع المشتركين عند سلوى وشربل حطي يلا وناهدة وإلي صغيرة بفتكر شو يا شربل شو يا سلوى خبرينا صار لنا 7-8 دقايق عم قص بصل ما عرفنا طبخة بصل مع شو جدا. ما هي مدردرة هي هن كل البصلات عدس مع بصل ولا بصل مع عدس ما هي رح تصير طبخة بصل سلوى انت هيك تعمل اياها لا بصلة وحدة يا ابو بصلة وحدة بتحطي اه بدهم بصلة الي كيف بلاقي الشغلة ما كان بدنا اياها توصل لدرجة تبكي يعني كروا دموعها كروا منيح يعني 2 كيلو بصل فرمت ما بدنا اياها توصل لهالمرحلة بس مجبورة بس وصلت شو بدنا نعمل ما كان قصدي نحن نبكيها يعني اوكي فوق الصحن جيبيها ايه حطيهم بالطنجرة فوق ال ايه لكن فوق البصل اها يلا ايه خلص يلا حكيهم جاني حكيهم
اوكي يلا كارول صار فيك تفوت اذا بدك وين بشو بتكبس كارول كارول بتكبس لتفوت تجيب الاغراض لنشوف شو رح تجيب لها هادي عم تنتقدها صار لها ساعة لنشوف شو رح يطلع منها لنشوف شو رح يطلع منها هيك يلا منيحة هول شو هاو اوكي نعنع يابس وشو كمان شو جبتي معها بهار يلا يلا شو بعمل تتفرجي شو بعمل هيدي فيها تجيبها هي الاشياء فيها تجيبها هي ما تضيعي وقتك فيها ايه ليه عم تجيبي لي هول يلا تعي قشري توم اوكي نص تعلول الثاني حركي البصلة انا هلا اذا كنت نشهر فيها للطبخة بس يقطع 10 دقايق بتفتي الكبسة بتفوتي بتساعدينا ليش لانه مش ما بيأثر الوقت شو اصلا شوف شو هي الطبخة انه انا اذا كنت مشهر فيها اوكي بتضلك فايت علي عرض انا امك وانا البرم شو بتعرف يلا طلعي طلعي انا بكفي يلا يلا طلعي, طلعي. طلعي. اوكي بس بس الكبسة يرجع بقى الطبيعي 12 دقيقة ونص بدي الطبخة وكانوا بترجع لمكانها كمتم اثنين بسرعة أيوة لك شو قوية لك شو قوية يلا بزيادة اختصاص الدقو هذا اللي اكتشفناه جيب هالسارة الحامض يلا 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 ها يا الله كتير بطيئة يلا غيرها غيرها خلص بدها تخلصها على الاخر بدك تنشفها للحامضة شدي ما عم بقدر شدي يلا 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 ايه جني شدي ايه يلا يلا حطيهم يعطيك العافية جاني حطي رشه بهار بالمدردرة بس كارول حاسس انه عندها نظرة بالطبخ عن جد يلا حطي ايه خلص ما حركتهم برا بدي اتحرك وحطي نعنع يابس بالسلاد يلا طير البصلات اسعاد شب عطوان شب عطوان وصلنا يعطيكم تعليمات وشو القصة حطي نعنع يابس خبرنا شو الاغلاط عم يعملوها القصة كان المي شوي كثيرة كان لازم يخففوا شوي قبل الرز أوكي. وهلا بدك تجيبي مقلية وبعد تفرمي بصلة ناعمة تركيونها وكل شيء ماشي ايه مزبوط وبعد زيت زيتون وتضفيها فوقهم بقلبها ها وكل شيء ماشي على النار بدك تجيبي بصلة وتفرمها اوكي انا لانه مكثر بصل على وجهك كثير ميرسي شب عطوان قولي له ميرسي شب عطوان ميرسي شب عطوان ميرسي يلا قشري هلا ما بقصي محل ما تشيلي لراسها وكعبها ايه بس كعبها فرميها ناعم ايه هيك مش جوانح ايه بالطول وبالعرض يلا هيك مش قشعة هيك ايه ما عم بقشعة بزيح الملفوفة والهيدي الله عدس بصلة نعنع يابس ملفوف هيدي هي الطبخة اليوم اللي ناطرينها مدردرة مع سلاد الملفوف عم بتقوم فيهم كارول وبنتها جيني جيني اختصاصة مثل ما شفنا بقص البصل بعد البريك منأكل مدردرة أو لا كل شيء وارد وهلا حتكون كارول يلا او يلا جيني اما اقوى من امات غيرها رح نشوف هلا شو عم بصير معنا بعده البصل ماشي الطبخ البصل اليوم الطبخه بصل على الاخر والدموع عم بتكر هلا بدنا ناكل بصل نحن بعد شو اذا خلصت الطبخه مش رح تخلص انا الطبخ بدنا نحرحر نجوم بعد ني انا حاسس رح يطلع معنا مدردر منيح حكينا وانتقدنا بس الوضع ماشي جيد لا ايه مقبول ايه صح هيك بحس هلا بعدين اذا شاطره بالتزيين كمان بكون كثير منيح ايه انا بتزين الصحون منيح اكيد ايه طبعا ما في شك ما في شك شوف البصل الصغيره جاني هيدي شو بها منيحه استويت لا طيب يلا دوقي السلطه دوقي السلطه تشوف جيبي شي مع العشاوكي دوقيها يلا بسرعه لانه بدنا نخطط بعد بس مش تتمشي لا دوقيها دوقيها ايه شو بعمل بها اذا بدها شي اكيد جعتي يلا احكي ملح ما بقى ايه حطي ملح يلا حطي بلش سكبي احسن ما يطلع كل شيء بلا طعمه بسرعه يلا. بسرعه صدقيني اسمعي مني اسمعي مني هلا بلا سلطه بلش بالمدردره بسرعه يلا يلا استويت اوكي بلش بالسلطه ما لانه ما استويت بعد يلا اسكبيها ني احسن ما تسكبيها بالمره ما تسكبيها اه اوكي ايه طبعا أوكي. أوكي. خلص يلا روحي جيبي روحي جيبي المدردره بسرعه جيبي المدردره خلص الوقت اسرع 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 جيبي شو تحني حالك يلا 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 حطي اسرع خلص خلص غيره غيره يلا اوكي غيره غيره يلا يلا, يلا, يلا غيره البصل اللي صار لها من اول الحلقه عم تحترق شو بدنا نعمل فيها جاني وطفي طفي النار طفي النار يا الله هول ما حطيتها ما حطيتها حطيهم انت انت ما عندي لي يلا خلص جيب البصل جيب يلا جيب البصل بسرعه كميه ما قلبون
هوديك الثانية. شو ما عمير؟ 15 ثانية. جيبي الكبار، جيبي الكبار. يلا يلا جيبي. ايه وين بحطي فوق المشدرة شوي شوي شوي. يلا بسرعة. شوي شوي على كل شيء. مشاهدينا انتو شاهدين من اول ما بلشنا بالبصل وعم نقص بصل وبصل 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 وعم نقل البصل وما استعملنا البصل شو القصة؟ لهو لهو ايه ثلاث صحون يا الله مدردرة شيف أطوان مطمنك انه مدردرة فريدة من نوعها رح ندوقها كارول دعت ايه؟ غاز ويلة طفيه بعدين صرت انه البصل انه شو البصل؟ مين البصل؟ ليه البصل؟ شو عم نعمل؟ شو جاي اعمل هون؟ مين البرنامج؟ انت مين؟ ليه انا هون؟ شو الإضاءة؟ مين هيدي؟ بنتي؟ مش بنتي؟ شو صار ضياع؟ جاني هيدي هي طبختك هيدي هي ما يسمى بالمدردرة أو المفروض تكون مدردرة طلعت معنا مدردرة فريدة من نوعها أي صحن بتكون تقدموه لشيف أطوان؟ بتصور أرطب واحد؟ بتصور هيدا يمكن صح؟ هلأ الشيف جاني الشيف الجديد يلي طبخت لنا هالمدردره الفريده من نوعها بدي اطلب منك في عندك الخصوم جوا كانوا عم ينتقدوكي انه بطيئه وشغله مش كثير منيح وكانوا ينتقدوكي كثير كمان اوكي فوتي هلا شو بدك تعملي بدك تفوتي تكسرينهم سنينهم بعد سنين اوكي لا استووا اخر شيء استووا انت دقتيها ايه انا لا ما دقتها بعد ما استووا هلا استووا شكلهم مش مستويين يعني في انت معي ولا ضدي رح يعلقوا مع بعضهم اوكي هلا شو رح يقولوا خصوم حول هالطبخه المميزه بدي اطلب منك جاني تفوتي تدوقيهم هالطبخه وتهديهم احلى كادو واحلى عشاء اكلينه بحياتك في شو وقت لا انا بدي اطعميك ما بصير ولا يمكن انا ما فيي اكل ولا يوم بدي تاكل ما في لا بعمل لك ابيو انا خلي تدوقي يلا بدي انا بتعميك وانت اللي بتعميني يا عم انا ما عم جرب بقلها حالي بالحديث سكر سكر هيك سكر و ايه لقلي يا طب انا باكل هيك يا ماما لك لا هي بدها تاكل ولا اللي هون بدها تاكل شو بدا انا انبنيت فيه يلا ماما مع بصل بخدها وبلا بصل ماما يا ماما يلا حرام خلص صار لك شيء؟ شو حاسس؟ ما تاكل خبرني انا بحكي ما تاكل يعني الوضع مثل ما عم نشوف داخل السالون وضع صعب جدا الامات ما قبلوا يدقوا ولا الطبخة يا جني والشباب وضعهم شكله صعب على كل هذا اللي طلع مع جني بارشادات اما الخاصة بموضوع البصل قصرنا بصل بكي تفحشت البنت وما تقلا قشري بصل وقشري بصل راح من ال 25 دقيقة ثلث ساعة تقشير بصل هي وخمس دقايق عملتكم بطيئة 30 كيلو بصل كتير بتقولي حق عمين عليا ولا عليك الاثنين انت شو دمين اكيد عليا ولا انا لك انت احسن منك حق علي لك غيرت عليك الحق على مين وشو النتيجة اكيد هذا هو الصحن اللي بدنا ندوقه الشيف أطوان وأنا والله يستر وأنا من هلأ أقول له الشيف أطوان رح أترك لك الدواء بس لك لأنه أنا جاي معشى اليوم الحلقة شو رح تكون نتيجة الحكم من الحكم الشيف أطوان بنروح لعنده مباشرة لنشوف شو رح يقول عن مدردرة الجني وسلعد كارول وهيك مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على سبيسياليتي مدردرة كارول وجني صار وقت شيف أطوان يحكم عليها باللوك وبالطعمة لنشوف 3 2 1 هوبا هيدي هي المدردرة مع سلاد الملفوف هلا بالشكل حلو الصحن لو استعملوا البسط الناعم مع زيت الزيتون وخففوا شوي صغير المي زبطت 90% اوكي هلا هني عملوا بصل عملوا بصل ليوم البصل هلا هي المدردرة بس ما استعملوه ايه هلا المدردرة مشهورة بالبصل اوكي انه بحطوا بصلة محروقة على وجهها مثل هودي اوكي اكثر شوي بعد لانه بتكون رقيقة هلا هيدي ما يبست ما قست لانه سميكي هلا قد بتعرف اوكي جيني هلا بالنسبة للأرز والعدس من اول ما حطوا العدس بالماء هلا لازم يغسلوه ما غسلوه
بس يمكن عرفوا معدتي ومعدتك قطعين. ايوه مش عم نخلي شيء الا عم نخلي شيء عم نفرمهم. تعودنا على الرز اليابس، تعودنا على العدس اليابس، تعودنا على البحص بسناننا. ابدا ما في مشكله. يعني انا وياك صرنا مغاوير المطبخ. مغاوير صح؟ شو بدنا ندوق؟ هلا المناعه كثير منيحه وبالاخص فيها ملفوف. تمام هو بدنا ندوق. اوكي كان بده بعد شيء ربع ساعه؟ لا خمس دقائق. على كل حال مثل ما قلت اني اخر 3 دقائق ما عرفوا سيطروا على الوضع. صح يعني حضروا كل شيء صح ضاعوا بس ما استعملوه مضبوط. ما استعملوه مضبوط بالسكب ما عرفوا كيف اشتغلوا فيها كل شيء، ولا كانت زبطت اكثر وكل شيء اكثر. هلا نحن مرات بنكون مع اول مشتركين بنحس انه طبختهم سيئه جدا، بنرجع بنكتشف من بعد ما نشوف المشتركين الثانيين انه لا كانت منيحه طبختهم بتطلع هي الاحسن. بتطلع احسن شيء. فاذا هيدي هي مدردره سبيشاليتي كارول وجيني. شو رح يكون معنا مع المشتركين التانيين والكوبل التانية؟ رح نستقبل سوا بعد لحظات معنا ست سلوى وابنة شربل. نرجعكم مشاهدينا لمتابعة حلقتنا من برنامج أمي أقوى من أمك، ومن بعد ما شفنا أول كوبل يلي كان كارول وجيني وكسروا لنا سنانا أنا والشيف أضوان بالمدردرة اللي عملوها وبيرجعوا وجع بطن شوي على بعد شوي ببين. إيه؟ هلا صار وقت نستقبل الكوبل الثاني معنا الست سلوى وابنها شربل. أهلا وسهلا فيكم. أهلا سلوى. أهلا وسهلا فيكي. تمام الله يخليك شربل. شو عندكم؟ شو عندك ولاد غير شربل؟ عندي ثمانية غيره. قد إيه؟ ثمانية غيره. تسعة خمسة ثمانية غيره؟ ست بنات وثلاث صبيان. اسم الله الله يخليك. ست بنات وثلاث صبيان. ست بنات وثلاث صبيان. حافظ أساميهم؟ يعني شو أسمائهم؟ شو أسمائهم؟ شو أسمائهم؟ كله سوا. ايه كله سوا. بدك تعمليهم على مرحلتين؟ لا لا البنات والصغير. بلشي من الكبير للصغير. منير. منير ام منير يعني؟ ايه اوكي منير. منير أليس. أليس. ديانا. ديانا. ماري. ماري. فدا. فدا. شربل. 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 هبة. هبة. كلارا. كلارا. منيح عم نجمع يلا بعد مرة. يزيد واحد. بتعدل تسعة. خلي لك إياه هون وضلك فوق راسهم يا أم منير. الله شربل بيجي بالنص. يعني تقريبا الخامس السادس. في اثنين ورا بس. أوكي. يعني أكيد هلا أم منير أنت تيتا. تيتا لكم ولد؟ الأحفاد قد ايه عددهم؟ تسعة. تسعة يلا بنعدهم. لا نحن اخذوا معنا وقت راح الطبخة. طيب شربل هلا بهالطبق السحري في عنا المكون الرئيسي، اوكي؟ من خلاله بدنا نعرف شو بدكم تطبخوا. جاهز شربل؟ حط ايدك مع ايدي. اوكي حطها حطها. جاهز بدك تشوفها؟ منقول 3 2 1 بكشو. اوبا هذه هي راس بطاطا. لكن طلعت لك كارول شو محمسة بدها تشوف انه شو بدهم يطبخوا. زحوني على اساس هي بالمدردره بدعت. طلع لها بطاطا. هلا بالبطاطا ممكن يكون في عدة طبخات صح؟ في عندك بطاطا مقلية، في عندك بطاطا مشوية. بلشين من نية. هلا في عندك بطاطا مسلوقة، في عندك بطاطا بالصينية. بطاطا بالصينية هيدي هي الطبخة اللي بدكم تعملوها. بدكم تعملوا بطاطا بالصينية او بقلولا بطاطا سوفليه. اوكي هلا بالبداية بدنا نعطيه. بدي اقول له استجيب قبل ما تطعم. 100% بدنا نعطيه دقيقة. عارفة شو بدك غراض؟ ايش بدك؟ عارفة؟ جاهزة يعني؟ ايه. طيب اوكي ما توخذيني على السؤال. يلا يا سلوى 3 2 1 اوبا بلشنا. يلا قولي له. بطاطا ولحمة مفرومة. لحمة من البراد. وبصل. لا لا مش بصل، لا دخيلكم. شو بعد فيه هون بده يجيب؟ زبدة. صابر في زبدة بس زبدة. زبدة بده؟ يلا يلا اسرع 17 ثانية. شو بعد فيه كمان؟ بصل جبت بصل؟ جبت بصل؟ عندنا بندورة عندنا حمص. جيب بصل عجل. بعد فيه من طبعوا شو اسمه؟ لا لا راحوا نظفناهم. ميحة 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 ثانية. انتهى الوقت انتهى الوقت. شربل شربل شو عملت؟ ارفع البطاطا. هيدي هي اللي اخذوا معك دقيقة. ايه نصف الزيت نباتي. شو الاشياء الناقصة؟ زيت وعلى الوش شو بحطه؟ كعك 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 ناعم. جبنة.
جبنه ولا كعك؟ كعك كعك. اوكي، فاذا الاشياء اللي ناقصتنا زيت نباتي، بهارات، صنوبر، ملح وكعك على الوجه. طيب 30 دقيقه بيطلع معك شيء؟ مفروض يعني نحن الليله بعدها انا والشيف اطوان اكلنا ضربه عدس تبع جني ما بخبر او ثالث نسيب جرح هلا بركي كمان على الثالث. كلنا نشوف. جاهز؟ جاهز. فاذا لنقلكم على الهوبا بتقلع من قلك يا شربل. 3 2 1 هوبا بلشنا. طنجرة وشارة بتكثرش. طيب ما يسخني؟ حطهم ما تكثر. عم تقول لك ما تكثر مال. انت بتعرف هلا الشيف اطوان عم بيراقبكم. يا روح يا جبل. أيوة. قلبي جرسنا. هلا اقل غلطه بده يخبركم. شو كيف لقيت وشو؟ نص ساعه بتقدم؟ ما بتقدم نص ساعه للسفليه. بلا. قعدوني. لانه هلا بيقشروا البطاطا بسلقوها هي مقشره بتستوي بسرعه. بكون الوقت قلل اللحمه. انا بقشرها وبسلقها وبقصقصها وبسلقها كمان. ما بترك عروس إيه كمان دائما بعمل هيك اذا مستعجلين بتصير اسرع. عرفتي ست سلوى شربل شو عنده هلا بما انه مشغول بالبطاطا؟ عنده شيء هوايات ثانيه؟ عنده هوايه تمثيل. تمثيل؟ اه بتمثل شربل؟ بيطلع الاول. شو بيطلع معي شيء ولا تلفزيون؟ اش ما كان بيسقلد بيمثل. اه بيقلد. طب شربل قلد لنا حدا عنده عم بتقص؟ لا صراحة مش قادر هلا اركز لانه هلا ماشي الحال مش هاد صعبة عم تقص بطاطا. شو هي البطاطا؟ ما هيك وهي اذا اول مرة اكيد ما نهينا. مش عم بلاقي ما في يعمل شغلتين بذات الوقت شربل. يا بيطبخ يا بيقلد ما في. لنفوت نشوف جوا شو الوضع. شو كارول؟ من شوي كانوا عم ينتقدوكي هلا شو بدك تقولي؟ كارول وجيني تفضلي. يلا تنظبط قعدتنا. هلا بدي اقول انه مأخر. مأخر ايه؟ ايه كتير. يعني جاني على اساس انتم يعني كنتم مبدعين. يعني اخذت معكم ثلث ساعة قص بصل، هلا ثلث ساعة قص بطاطا، بعدنا بالبطاطا. نفس الشيء. اخذت 18 دقيقة قص بصل بس كان العدس على النار. ناهيدا شو؟ كيف ملاقي شغلهم؟ ايه رايقة كتير. شو؟ ما شفت شيء من شغلهم. ما شفت شيء من شغلهم. بعد الصبع عم بقشر بطاطا طول بالك بعد يلا يا شربل وين سو صار بالبصل. هيدي اختصاص الجني. اختصاص الجني بصل. ليكي ليكي مثل بعض. مش عجبها لكارول ما فيك لينكس ولا خلصوا بلاش تدمع. يلا انا بس على الدموع. خلصتهم هي ولا بعد؟ يلا اليوم الدموع تزرف كله عم يبكي. قرب يا شربل. اول مره بعرف دموع فرح دموع حزن بس دموع بصل اول مره. اول مره دموع مش بصل. الحال احسن اي سبب. اوكي بس عم يشتغلوا على البطيء كثير. ما بيخلص هلا شوف قبل ما تفوت عم تشتغل على البطيء. نحن كنا سلوى صار فيك تفوتي بدك تكبسي هون بتفوتي. اوه سلوى بتشبعها عمالي. هيدا صنوبر. هيدا صنوبر. هيدا زيت. زيت بدك توصليهم لهونيك. اشو عشية؟ بس اوعى تصحط منك. شو بعد فيه؟ ايه ملح وبهارات. ايه هار ابيض وكعك ما شفت. الهي بعد الهي بعد ملح بتصور لك وين الفوق خلاص. طيب اذا بدك تساعديه هون فرد مره ساعديه. شوف الاي نظره لحمه وعالبالكون. حط اللحمه هلا لحمه هلا وقتهم لحظه تعملتها. اوكي اذا بدك ترجع تطلعي بدك تكبس الكبسه. خلص تكبس انا بشيل هون. وبدك تساعديه ساعديه تكبس هلا اكيد. يلا بترجع بتكبس سلوى وبتطلع لتراق ولا شربل. انقذتك سلوى. لا 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 نو 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 نو. مشاهدينا هيدا شربل مع امه سلوى عم بيحضروا صينيه بطاطا. خليكم عم بتتابعوا. امي اقوى من امك. لا كشفوا شوفوا بعد سلوى عم تعطي ارشادات شربل لا طبخة صينية البطاطا. الوضع بعده مستمر. عم بيشيل المي من البطاطا. ليه عم يعمل هيك؟ شو عم يعمل شربل؟ لانه البطاطا رح دقها بعد الزبيد. كيف يعني يدقها؟ لتنعم. لا تنعم. اوكي مضبوط. صح بمكان صح. وهلا اهمك الشيف اطوان بفوت اسعار. شو شيف اطوان؟ كثير
كب من ربع من الميات، كب ربعهم وحط صنوبر دغري مع البصل. هلا خليه يتقلى. صنوبر لازم يحطه مع البصل. ايه مع البصل. اوكي ربعهم كب. سمعتوا شاربين؟ كب 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 بعد. يلا جيبهم هلا. اوكي صارت منيح. بينوا بينوا. انقاذ انقاذ. حط لهم ملح وغطيهم. مش حطيت لهم ملح، حط ملح وغطيهم. وهون حط الصنوبر يلا دغري. وهسه يجيب صينية اصغر من هاي لتكمل معك. يعني اعطاك التعليمات الممتازه على السريع. اوكي شاب انطوان بنقول له ميرسي شاب انطوان. يلا غطيه. قل له قل له شربل. قل له ميرسي شاب انطوان. اوبا اوبا. شو قولك رح ناكل صينية بطاطا ولا ما؟ اذا رح تخلينا نشتغل رح ناكل. رح ناكل اذا ما خليتك نشتغل. بس اذا الماء هون على طول ما رح ناكل. اوكي يلا شربل. رد رد علي. شو الي؟ بهالوقت اعطينا الطبخة تبعنا بنحضرها. بلش بالطبخة عندك؟ يلا. ايوه شربل ايوه شربل. شايف نستعمل المكنة نعمل من فيها بطاطا؟ ايه ايه يلا. هيدي خبرية جديدة. يلا حط الخلاطة. عم ساعدك شفت انا هون. هودي البطاطا. بعد في ست دقايق معقول نخلص سلوى؟ شو صعبة؟ لا يروج روج 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 يا شربل. حط البطاطا ودور الخلاط. شربل شوف طلع ماي؟ سقطها هون من هون. ايوه يا عم تسوق. اوه ريحه حلوه روحه حلوه. شو حمول معي هيك شلتها كلها؟ ايش عم تعمل يا شربل؟ ايش عم تعمل يا شربل؟ معقول معقول الدوخ؟ بس شيل الخلاطة كلها. ايوه اسعد دامي لشربل. شو سلوى انت قلت له يعمل هيك؟ ما لي حد مش مفاسد. مش كلهم عندك. يلا اربع دقايق. مش كلهم؟ خلص حط التقلية على النص ظبطهم هيك. ايه فلوش التقلية في عملها. بس بدنا فرن. ما عندناش فرن. ايه داير الفرن داير. سهسلهم يا غنية. حط عوضنا يدوق عوضنا. شو يعمل فيهم؟ زبطهم. شو زميت اياه؟ سهسلهم. سهسلهم؟ ايه شربل سهسلهم منيح. هاي سهسولي. سهسل ايه. بدك ايه. شو بعد؟ راولي حط كعك؟ لا عودي بعدها؟ حطها وكلهم. يلا يلا شربل يلا شربل. طبق تاني. اسرع يا شربل. يا محلى العدس. يلا او استوي. ايه يلا سهسلون. مش كعك حط كعك. شو بعد كعك؟ جيب الكعك. يلا شكله يا جماعة صينية بطاطا اليوم ما كعك 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 كعك. اوه طلعت ريحة الكعك. بقى قد ايه بدي احطه بالفرن؟ فرن خمس دقايق. بعد عندكم دقيقتين. يلا على الفرن. يلا على الفرن. اوكي شايف الان اللي عندي. هلا شو بدك تعمل بعد؟ قد ايه بدها وقت بالفرن؟ ما بدها شي كلها مستوية. قد ايه بدها؟ بحمرها شوي خلص. شربل هي بهامش على السريع. شخصية سياسية بدك تقلدها مين؟ يلا في لها الشيخ بشير الله يرحمه. الله يرحمه اكيد. جاي بمهمة كتير محددة 10452 كيلومتر مربع. جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت هالحقيقة صعبة تكون. لما بنقول الحقيقة مثل ما هي بنسعى لتغيير هالحقيقة ها ولتظبيط الوضع. بنسعى لتجنب كل الأخطاء والممارسات يلي منا مزبوطة. شكرا شربل زافي وتحية لروح الشهيد الرئيس الشيخ بشير الجميل. يلا يلا انا برايي بلش سكوب بلش سكوب. شيلها خلص. شو مكان هاي هاي حسب البلعه. وشربل شربل ها ها. شو هالصينية البطاطا اللي طالعه معكم لشربل؟ ما بخبركم اذا المنظر والريحه هيك. كيف الطعمه؟ يلا حط بعد حط بعد. شو يا سلوى هيدي صينية بطاطا ولا مفرومة بطاطا؟ فلتت. لازم تطلع قطعه. فلتت فارطة. بس أنا حاسسها زابطة ولا؟ إيه زابطة بس هي فارطي. بلا ما تكون قطعة فارطي تلقى سخنة. حول الشيف أنطوان صنوبر.
اوكي انه عم بتجرب تبرطله الشيف عطوان بالصوت. لا لا الشيف عطوان لا اكيد ما بيتبرطل الشيف عطوان. ضمير ضمير. اوكي ايه رتبوا اعملوا هيك ديزاين حلو. 9 خلاص انا بخدون. لا 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 2-1 انتهت. سلوى نعم هيدا الصحن رح نقدمه للشيف اطوان صح ليعطي نتيجه الحكم تبعه من بعد ما ندوق انا وياه. اما هودي بدي اعزبك اوكي صحن خاص لناهدة لانه ناهدة ما اكلت عدس فرق وجه اصفر صار على جوه. وصحن تاني لجني خليها تدوق شو بدنا نحن. جبنا بصل جيب بصل معك ولا يمكن. مش معقول مش رح اقبل مش منظر ابدا. تعال لوين رايحه مش اول شيء تعال مش رح اقبل ولا يمكن مش مش قبلان. فتحت امي فتحت امي طب شم ريحتها بس شم الريحه بزعل منك. شم الريحه انتبهي وراكي في حد كثير طيبين الف صحتين بديون كثير اجبارا ناكل؟ اكيد يلا انا هيك فتفوت هنا ما نقول يلا كول انا بعمل لك يا عمي انا ما بعرف انا جعان جعان تركي هلا بغمض عيوني هيك دقت صحنه يلا دوقي شو بده يصير انه بطاطا بس بلا طعمه. هيدا هو الصحن اللي رح نقدمه للشيف عطوان ليكون الحكم النهائي على طبخة شربل وأمه سلوى مباشرة إلى الحكم من الشيف عطوان. صينية البطاطا اللي شفناها من إرشادات سلوى لابنها شربل بالنهاية مع كل العذاب اللي تعذبناه طلع في عنا صينية بطاطا سوفليه. سوفليه صح؟ طيب نكشف؟ نكشف. حط ايدك مع ايدي. يلا. اوكي. شيف عطوان هلا صار وقت نعطي الحكم على طبخة شربل وام سلوى. 3-2-1 هوبا! شو الوضع؟ شيف عطوان. مندوق عليهم يلا بس يكونوا البطاطات مسلوقين واللحمات مقليين فيك تاكلوا لا يهمك. طيب طيب او انا بلشت جوع. لا طيب طيب مش عاطلة خليني اتاكد انا بس بحب اتاكد اذا البطاطا مسويه مزبوط. ترى خيارة عم فكر اني كنا خيارة معه. برافو جبك زيتوني تفضل باكل لنرجع لك. طحتين ميرسي شيف حبيبي كيسك شيف كيسك. طيب مشاهدينا بعد البريك مباشرة رح نروح عند الكوبل الثالث يلي هني ناهدة اللي ما دقت أكلات حدا بس مضطرة تدوق أكلات ابنها اللي بعد البريك بأمي أقوى من أمك. مظبوط شو بتطبخي له عاده بالبيت؟ كل شيء. اها اوكي زيت الجواب شو اخباركم؟ كل شيء كل شيء. لا عجد شو اشطر شيء بالطبخ؟ رز على دجاج ملوخيه. هي بس اسالك شيء سوري انا ما عم بفهم. انا وياها مش يعني طيب الي شو قل لي شو بتحب طبخات امك اكثر شيء؟ رز على دجاج وملوخيه. بدك ايه بدك تتعود. طب هيك بتعملها هيك اليوم مش غلط. قد ايه عمرك الي؟ 23 سنة. بسم الله مش مبين عليك مبيني أصغر. ايه وشو بتعمل؟ تدرس تشتغل؟ أنا تخرجت راديو تي في. أها
بالدومين يعني بالدومين. بالطبخ كيفك؟ كتير منيح. بيطبخ منيح عليه كتير. اها في شي مرة فكرت تعلمي الطبخ؟ ما فكرتي ولا مرة؟ لا لأنه منه فاضي. لأنه بشتغل بالليل وبالنهار. شوف كمان شو عم تشتغل بالليل وبالنهار؟ بشتغل بنور الشباب. اوكي لاتر اليميات. اها وانا اعداد وتقديم بريزنتر. اوكي زميلنا يعني. ايه. اهلا بالزميل. اهلا بالزميل. في بقى استقبلك عندي اكيد بتشرف ولو طبعا وبالليل بتشوف بتصير عندي كمان مش غلط نعمل حلقه بنضل دغري جاهزين هلا صار وقت الطبخه. اوكي جاهزين لنروح دغري على المكون الرئيسي داخل الطبق السحري شو راح يطلع لنا هلا. بنقول 3 2 1 اوبا. هيدي هي الطبخه. هيدا المكون الرئيسي. هيدي شو؟ شو ها؟ كوسي. شو يعني؟ سلطة. شو فينا نعمل يا إلي؟ سلطة. إلي شو فينا نعمل طبخة بالكوسة؟ كوسة شو؟ معطوم محمد وزيت. شو هي الطبخة الشهيرة بالكوسة؟ هي الكوسة محشي. يعني هلا يا معلم بدك تقعد تنقر الكوسة وبدك تحشي الكوسة ويلا عليهم. كيفك بالكوسة محشي؟ كتير. تطبخي منيح؟ كوسة محشي؟ بلاش تضيع. بلاش تضيع من هلا. بس إنه كوسة محشي؟ كوسة محشي. اوكي بس انه نقر. كوسة محشي. اوكي بس انه كوسة نقر يعني؟ بده ينقر. انت عادة بتجيب الكوساتك منقورين؟ انا بدفع حق اجار نقرون. ايه هون ما. عندك بالبيت ايه؟ بدفع هوني دولار. ما. دولار. الكوساية بدولار؟ لا. على الكيلو ونص بدفع دولار. منقور. ايه. طيب. انا اذا بدكم 200 دولار بعطيكم اياها منقوره. 200 دولار بنمشي لك اياها بنعمل كات وبننقرهم. بعطيك دولارين قلي اياهم على الكوسيه. على الكوسيتين على ال 2 كيلو كوسه قديش بدك؟ لا 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 دخيلك ما بتوفي معنا بدنا نعيش ما بيمشي الحال. ما بتوفي معي. خلص ما بتوفي معي. يلا بدك تنقر كوسه. خلص كفوا حديث انا قاعد يعني ما عندي شيء. بدك تنقر كوسه وبدك تحشي كوسه وبدك تطبخ لنا كوسه بالتي هي احسن. يلا اوكي يلا نبلش. شو طيب هلا على المكونات جاهزه على كلمة القبة من قلع. 3 2 1 قبة. بلشنا. شو بدك تشي؟ ورز ولحمة وملح وبهار وقرفة. لحظة حط نور ربح وقت. اوكي كوسة. شو بجيب منه؟ رز الرز؟ رز تحت الرز على اليمين. اللي تحت هيدا؟ ايه طلع فيه غير طرف الرز ملح وبهار وقرفة. اي الملح؟ تحت الي هيدا؟ هيدا الملح؟ وجيب الزيت زيت العلي كمان. هيدا؟ جيب البهار. يلا جيب اللحمة. 28 ثانية. جيب اللحمة. جيب اللحمة. وين اللحمة؟ يا حاج. ايه. وجيب الكفكيرة. وين الكفكيرة؟ الكفكيرة بعدين. بس أما بدها بندورة دخلك؟ بده بحط. جيب راس بندورة. بدها بندورة. راس بندورة. راس بندورة. لا لا. بدها زين بدها زين بدها زين. لا 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 خلص يلا جيب. انتهى الوقت. انتهى الوقت. اوكي. مش عطلين وصل لي على الكوسيات لهونيك ابو الليل هودي الكوسه فازان اول مكونات ملح زيت نباتي سالني اللي جبته لي الرز بس اخذ معك وقت الرز لتكشفه ايه هيدا اللحمه وهودي هو اللزينة لزينة بعدين وبندورة جاب اثنين تحسس في شيء ناقص انا كمان معقول الكوسه محشي بس هودي هم بس هول يعني انا بحط رز ولحمه قلت ما بحط في شيء ناقص يا جماعه اوكي بندورة موجودين اوكي شو في بعد بس طيب هيدي الطبخه اذا بتجيبيهم مش منقورين مش تبع الدولارين اوكي قد ايه بتاخد معك وقت نص ساعه الي معك 30 دقيقه لتعمل الطبخه بس 30 منيح 30 سافا يلا قلنا سافا بنظبط لك اياها 29 دقيقه ما تعطلها خلص 30 اوكي 30 دقيقه 30 يلا 30 دقيقه على القبه بتبلش من لك يا الي ومن لك يا ناهدة 3 2 1 قبه يلا جيب بلشنا جيب طنجره والمقلي فرد مره حتى اقلي اللحمه ايه 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 جيبها ايا مقلب صغيره ايه تتعلم فيها اللحمه ايه جيبها هيدي شو لحظه هيدي انا ضعت هيدي عبي شوي صغيره ماي طلعت كبيره شوي ما تكفي اسمع كلمه امك يلا فرجيني ايه يلا ايه حطها ايه حطها على النار هاي لفوق عجن ايه لا اوكي لتحت وكمشان اوكي ما انت بدك تصير يلا اوكي هلا يلا بلش نقر بدي سكين هلا على النار يا معلم الي حط اللحمه حط اللحمه شيل شويه لحمه حطها على النار كمان بشو بشيل السكين كمان بترجع بتجيب سكينه ثانيه ليش بدي اجيب سكينه ثانيه الي هون بهالمقله السكين ما بدي حد زيت
هلا بحط يلا يلا نص على فكرة عم حس كل ما بتسألي سؤال بجاوبك بسؤال ايه وأيا نص نص يلا يلا إلي حط يلا ايه حطيتي أمي يلا جيب كفكيرة منقوة ايه ايه جيب كفكيرة ما بدي أحط زيت لك حط وحط شوية زيت ليش بتعيطي حط شوية زيت وأيا وحدة بولع هلا خفيفة يلا صغيرة صغيرة هاي صغيرة يلا إلي يلا 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 عجل دمعس بعد دمعس بعد عجل ايه ايه ناهدة يلا جيب كفكيرة خشب ايه يلا يلا إلي عجل ايه هيك يلا جيب كفكيرة إذا ما سمعت الكلمة إلي لك شو صار معها روح جيب سكينة والمنقرة هاي عجل ايه ايه لا تشيل الرأس يلا والمنقرة منيح الوقت سكت مش منيح رح يخسروا لا رح يخسروا الوقت ايه لا منيح منيح يلا إلي يلا إلي عجل 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 برافو بس شاطر يلا شو هيدي شو هيدي برافو يلا إلي عجل عجل يلا بس شايفوا نقليل عملكم سيئة لا بزيادة في عالم ما فيها تاكل يا ميشيل 100% عجل عجل بعدين هو عم بنضفها عم تطلع يعني هن هيك هيك الكمية قليلة عم بتصغر لنا اياه وعم تصير نص كوساية يا عم لازم يبلش نقرقوصة نبلش مثل ما بدك نبلش من غير المي طلع فيي شوي هيك 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 وكأمي شو هيك شو انا ولك يا عمي هلا برمى هيك شو انا الشيف انطوان يلا عم ينقرن لنشوف جوا الوضع كله محمس جوا على الكوسه محشي كيف ملاقي تعليماتها لناهده كارول منيح ماشي الحال ايه الوقت منيح لها انا شايف هي بده مين يعلمها لا عم تعطي تعليمات منيحه لنروح نتابع مع ناهده وإلي وين صاروا بالموضوع بقلب الجاد بقلب الجاد بقلب هيدا بقلب الجاد اي جاد الجاد اللي قدامك ما عم بقش على العمر له حق يا جماعه يلا يا إلي يلا انا لك خايف منها هيدي عم بتشبق بايديك لا بتعطى انا كثير مركزه معك يلا ميشو يلا إلي ما بقى تعملهم هيك بتنكسر برما 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 ايه ايه خلص وقف يلا حتى نرجع نحشي إلي برما 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 للكوسية برما برما شيل كف بقى من ايدك شيل كف من ايدك بتصور صاروا كتار يلا هلا دوق ايه 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 بعد ما شفت شيء عم بتفاجئني هلا شمالك شيف انطوان وداخلي من الشيف انطوان شو الوضع شيف بلش حط لهوديك رز بلش تحشي يلا ملايين يلا نسيت الرزات يلا ناهدة ولو نسيت الرزات خلي بلش خلي بلش ما يحن الرزات ناطرت انا يعني منيح اللي فات شاف ما تنسى طنجرة حطها على هالنار وحط اللحم محلها يعني شاف فت عطيته قصة الرز ولا مفكرين بالرز شو بنقول له لشيف عضوان ميرسي شيف عضوان ميرسي كثير شيف ميرسي كثير قول له ميرسي شيف عضوان ميرسي شيف عضوان اللي شهل شوي عم بي عم بي عم بي عم بيلهينا عم بيلهينا كثير بعد 15 ثانية شو ناوي تعملي بس يلا بدي انا ساعده بالنقر بالنقر بدك تجيبي شيء اشياء ناقصة لا هلا خلينا جيبي كوسة ونقريهم بس ست ثواني طب انا رح اترك لك اياهم ست ثواني ناهدة بدك تشبعيها هلا وتفوتي يلا على 3 2 1 عليهم اوه ناهدة بتبلش بنقل الكوسة جيبي كوسة لانه ما بقى فيه هول منزوعين شوفوا قد ايه رشيقة بنقل الكوسة شوفوا الفرق بين امه وابنها وامه وامه شوفوا الفرق وهون يلا. بلشت اللحمه تغلي وهون عم بتفقفق المي ما بدها رز عم بتفقفق المي جيب جات جيب جات جيب جات ثاني لنحط فيه الرز واللحمه عجل إلي يلا يلا إلي جيب جيب جات وهي خالصه وهي خالصه دخلك هيدي الكوسايه كيف بدك تحشيها امي عم يعملوا من ميل لميل وين جيب هيدا ليك من شفت ايه ايه اكبر حطهم كلهم حطهم حطهم فعلا هالكوسة هلا معنا كل لازم نغسل يعني فعلا هيدي كيف بدك تحشيها هيدي إلي جاي شو بدك تقلي هيدي كيف بدكم تعملوها هيدي خلص ماشي الحال هلا يلا ماشي نحطها على جنب هي ولا بحطها معهم يلا معهم استفلوا دبروا راسكم معك خبر ناهدة انه الوقت دوبل والله صدقيني يعني ما بغشك انا خلص يلا بلش خلطهم وحشيه هول ايه ايه خلطهم بايدك خلطهم بهاي لا منيح الوقت رح يخلصوا نقرون ايش كلهم حضر الحشو معقول نقرون كلهم لا نقرون بس عم بيقول لي اللي مقلوحة بيخسر فيها والوقت دوب بيمشي كبسي اوكي بيرجع الوقت طبيعي اوكي مش الحال قول ميات لشو صار نص ساعة على النار لك بدنا نحط الكوسيات بقلبهم يا إلي اسمع كلمة امك رح يخلص 15 دقيقة بدل الكوسيات بدل نتعشى الليلة لك يلا حط ملح وبهار وقفي عندك ما عادش بدي بطل اللي بعد بعيط علي منكم طيب يلا هلا بهالك بعد شوي إلي حط ملح وبهار خلصنا شو بدك حط؟ حط ملح وبهار فوق اللحمة اعملي معروف عمول معروف حبيبي اعملي معروف عمول معروف شو بدك تحط من هاي؟ فوق اللحمة بس ما تكتير يلا هاي اللحمة؟ ايه مام
ايه شوي خلص خلص تحت ملح ولا ملح يلا ملح عجي شفت كيف عارف عم الكوسة طب يلا هلا الليلة يلا الليلة إذا حدا بعد بعيد علي الكوسة مش محشي مش هتاكله الليلة يلا حركهم خلص حرك حرك أنا بحب الملح طب يلا هلا بنحط بقلب الطنجة عجي يلا يا جماعة يلا يا جماعة رح تخلص الطبخة يلا 15 دقيقة يلا إلي يلا يلا خلص في تحت منك خلصوا؟ ايه ايه خلص أكيد نهودة لك يلا بعد في 15 دقيقة نهودة يلا نهودة لك احنا بالبيت بنحب نغني كثير صح شو بقول لك لك؟ للون خلص شيل عنه ولك في تحت منك هيدي أو هيدي ولك في يلا يلا كبوا فوق الرزات عجل عجل نهودة 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 اعمل الحشوه ما بعرف بحس بلحق نهيدا عبالك كمان لا خلص حطيهم جابتك بركي استعملت بس تقولوا الجميع عن ضعف بس بركي فتي يلا اوكي احسن ما تقولي لي هلا بدي فوطه وبدي نضف اوعى اوعى تفوتي عم بجرب يلعب على الحكي ايه برافو برافو يلا اوعى ما تصدقي يا امي شو وانا كمان لصحه السلامه كمان لحظه طلع في يلا خلصوا تحطهم بالطنجره يلا 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 حطها حطها قد ايه ذكي طب انت حط البوست اثنين كفوف ليه واحد ما بدي اوكي كثير بدها تضيع وقت بلش يحشي الكوسه ابو الليل بلش يحشي يلا يلا شهل شهل شرفك امي هيك 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 ايه يلا هيك عجل شهل يلا جاوبينا يلا حطها بقلب الطنجره ماما انا الي كمان لكون متضامن معك يا ويلي شفت بس عبالي اشوف هيدي الكوسيه وينها شلتها شلتها انا شلتها وين حطيتها بدي اياها ميشو ميشو بدي اياها الكوسيه انا شلتها كبيتها ما خليتك تحلك تاني وينها يلا الي يلا اوكي امي حطها هلا على الغاز الكبير الطنجره يلا شهل فإذا مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا أنا عم رقبكم مزبوط إجي أحكي لواحد واحد واحد ببيته إشاكم شو عم تعملوا فيكن هلأ بالبريك تفزوا على المطبخ تبلشوا بنقر الكوسة وتحضروا مثل ما عم يعملوا نفس الرسات اللي عم تعملها ناهدة وابنها إلي بعد البريك ممكن ناكل كوسة وممكن لا خليكم معنا بنقر الكوسة وهلا صاروا الكوسيات بقلب الطنجرة ما في جيب ما في جيب بدك تكبس انت وتجيب آه. او مكونات كبسة ايش بقية بس وين الرب يعني نبشة اليوم بالبراد ايوه ما هي المعلقة انا بجيب معلقة هيدي هيني قصة ملعقة انا بجيب معلقة وانا أوكي. بحط انا بحط ولك يا عمي عم تضيع وقت يا اوكي خلص يلا بزيد حطي بعد حطي بعد انا بحبها بعد حطي بعد الي وقت في هيدا منسكر البراد اكيد طبعا نرجع ونكبس الكبسه اوبا حط ملح الي حط ملح زيد يلا حط ملح مين شوطه بعد ملح خلص زيد غطي الطنجره الي جيب المكنه عجل ايه 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 الخلاطه جيب الخلاطه يلا لنشوف الوضع انا عم بعمل للطبوله ايه ايه مش للطبوله مثل ما هني كبهم هيك كبار بقلبها شو كارول شايف انا كارول وجاني مركزين منيح موترين انه رح نخسر اليوم ورح نربح شو جربت شو الوضع تعال شفني هالفيو من هون انا حبيت النادور النادور كويس ايه طبعا طبعا شو ست سلوى رح تدقيهم للكوسه هلا بس يخلصوا بدقيهم طيب هلا بنشوف يلا إلي بعد يلا مدام هوية شو هويتك مدام دكتور يعني وقتك يلا حط ما حش ترد عليه حط البندورة بقلبه يلا حط البندورة بقلبه خلاص بقى خلاص حط حط هول هيك لك حطهم معصم مزبوط بتغني بتعمل اشياء بس شو بتحبك بدك اوكي عمي ما عم بتدور يا عمي يا عمي عم تعذبوا لي الصبح انت عم بتعذبيها بعد يا ناهدة لا لا إلي يلا شيلوا كبهم اشمعنى يعني بوقت فراغي شو بتحبي تعملي صلى بحضرك شيل شيل هيدا بالنص شيله ايه تميله بقلب الطنجره برافو كبه بقلب الطنجره كلهم كلهم اكيد كلهم من قلبي كلهم عاجي يلا حركهم خليها تغلي اذا هديت العمليه ايه هلا بدنا لبن هلا شو ايه معقول كوسه محشي بلا لبن مثلا يلا معك ما انت كمسلي شو بزك 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 عمي لشو بدك تقف بس طب بدنا لبن كمان فرد مرة بدنا اللبن كمان أنا يعطيك العافية الله يعافيك قال عم تزبط معك يا حبيبي أنا بهنيك ولا مشغلتنا نهودة حبيبي خذ وقتك خذ وقتك نهودة بدنا اللبن بشر أشرهم أشرهم على السريع وين حبيبي اللبن هيدا اللبن
برافو. شو بعمل بهول؟ بشيل الاشياء. شارون عجل تيارة إلي تيارة. هلا يا اخي يلا عجل هذا اللبن. هذا اللبن هون بلشنا نقرب يلا. على الوقت وما تنسوا انه بدنا ديزاين حلو بالصحن. يلا اللي شاهد بس قبل ما يخلصوا ال بدك ديزاين حلو قلت لي. ايوه ايه ثلاث صحون ثلاث وين هو؟ ثلاثة جيب لي اياهم هون. جاب الديكور هلا زقفة. ايوه ايوه اول شيء فكر فيه اللي هو الديكور. برافو مزبوط. إلي برافو مزبوط. برافو بس ماما مش هلاك بحطه مش عم بحط بجهات انت مش هيك مكتره. ايه انا كريم وانتو بتستاهلوا. ايه بس انه كتر لنا الكوسيات مش الديكور. طيب انه حاطط لي هالقد ديكور وكوسي اصلا شو ما نعمل مش مخلصين. يا حبيب القلب بالعكس. يلا حط كوسي. يلا بسرعه ما تكتر زومه. يلا جلس الصحن. كوسيتين كوسيتين. وين اللبن امي؟ امي هذا اللبن هون. اوكي جاي. يلا حد ميشو غمض عيونك. الف صحتين. ميرسي على قلبي. وتيمو مع الغاز. اوكي احسن تحضر الطنجره. يلا إلي جيبون لهون جيبون لهون جيبون لهون جيبون. يلا حطهم على الصحن على الطاولة. اوكي يلا لبن عبينا لبن عجل بعد في 50 ثانية. هلا بلا زينة عبينا اللبن. مش عجبتني الزينة وكي. يلا وين المعلقة؟ جيب الصحن يلا جيب من هونيك من هونيك من هونيك المعلقة. عجل عجل 40 ثانية لي 40 ثانية. كسرنا الدنيا كسر الدنيا. يلا لبن على السريع. تلت صحن وينه دخلك تلت صحن؟ يا حو يا حو. اوكي بدنا نشوفه على الطاولة. يلا يلا خلص بزيادة بزيادة بزيادة. لا يا عمي بيستاهلوا ولا بيستاهلوا. هو كريم يلا 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 ايه. اوكي برافو إلي برافو. يلا إلي يلا وهذا الصحن التالت. شو بعد فيه؟ بركي بزيد الزومات شوي. ايه جيب جيب الطنجة جيب الطنجة لكلها مثل ما هي حط لك شوية زوم. يلا جيب الطنجة. يلا ايوه أربعة ثلاثة واحد اثنين. إلي على السريع give me five man. اوكي برافو إلي يقبرك ان شاء الله. استني انت طبختي كوسا. اي صحن بدك تقدميه للشيف انطوان يكون كبرزنتاسيون كنقره مزبوطه؟ انا في انا ايه اكيد انا برايي هيدا هيدا كانه ايه. انا برايي نو 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 شو. اوكي هيدا يمكن اعزمك واحد صح. ابو الليل بدي اعزمك. في عنا كارول معصب كتير جوا بدي اخذ لهم كمان ضروري هيدا اكيد لبن. كارول توصف فيه اعطيها صحن بس بدها تدوق دسم. اوكي لانه عم تغلي غلي. كمان شغلك؟ ايه اللبن؟ قبل ما دوق يا حي الرز نيش. بنتو جوا صحتين يا جماعة. قلبك مش واصلة نقرة لهون. بيعطيك نقرة مش واصلة لهون. شو؟ كوسة نية والرز ني. خي؟ اوه لا ما بتتفق. نية نية ماشي يعني اللحمة لو ما مقلية. لك بعد عايشة. بعد عايشة يا الرز لك؟ ايه لا ما بتتفق. نية نية. نحكوا على العدس والرز تبعوله. لا ما بتتذكر. ما بقول لك نية اول ما قصيت عرفت بعد اصلا بين شكله بعد. لا لا نية بيقدر يرد على الكيف. بيقدر يرد على الكيف. نية قلت لك ما لحقت تستوي مستحيل لايك الرز حتى اللحمه عم بتعلي. بيقدر يردن على الكيس الرز. فيك تاكل لبن. فيني اكل لبن غير طعم التمه. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا الى الحكم على الطبخة الثالثة والاخيرة بحلقتنا اللي قدمت لنا اياها نهودة وابنها إلي. هي الكوسة محشي سوا بنقول الكوسة محشي كيف كانوا مع نهودة وإلي. 3 2 1 هوبا. شو شاف كان مصر إلي الزينة. على الزينة انا عم زيني اكثر من كوسيات. ما قلت له هيك انا هلا الصح لنشوف. شوف يلا مندوق مندوق انا بس عم سايرك يعني بس اسيا انا كوسه طلع معي ما ولا وين الحشوه طلع على حشوه مش واصلين على الاخر. هلا اذا بتاخذ من الراس بيطلع لك واسيا صحتين شيف عالبك ماشي. هاي منيحة اللي بحب الأكل مش كتير مستوي. في ناس اللبن أطيب. ما أنا بدي ركز على اللبن. هلا بشكل عام لو دارك الوضع قبل كانوا دغري حشون أكتر
وبسرعة وحطهم على النار وغطوهم كان استووا بسرعة أكتر يعني هاي العملية. يعني اليوم بتصور أنا في تضارب بالصحون يعني ثلاث صحون اليوم شفناهم ثلاث طبخات ثلاثتهم مش ولا بد بس ثلاثتهم كمان فيهم شيء منيح مزبوط يعني هلأ مهمتك صارت صعبة اختيار واحد من ثلاثة هلأ صار وقت تعطينا الحكم النهائي رح ننتقل أنا وياك ونستدعي الفرق الثلاثة لنقرر مين بيناتهم صاحب الطبخة الأفضل إلى النتيجة النهائية. وهيك مشاهدينا بنكون وصلنا للحكم النهائي. طبعا الشيف عثمان داق الطبخات الثلاثة قدرهم وقرر يعطي النتيجة النهائية. بنذكر المشاهدين وبنذكر الكوبليت الثلاثة انه الفائز معنا بيربح جوائز بقيمة $2,000 عبارة عن ادوات كهربائية وادوات مطبخية لتحسنوا وضعكم بالطبخ. كان معنا الكوبل الاول كارول وجني اللي قدموا لنا الشيف عطوان شيء بيشبه المدردرة. لا احسن شوي احسن من بيشبه. طيب خلص كارول ما تزعلي مدردرة ممتازة مستوية كله كان تمام. اما الكوبل الثاني كان معنا الست سلوى وابنها شربل قدموا لنا كمان صينية بطاطا يعني اول شيء كنت خايف منها انا بس وقت اللي دقناها حبيناها ولقيناها جيده الى حد ما طبعا ناقصها اشياء. اما الكوبل الثالث كان معنا ناهدة وابنها الي اللي قدموا لنا كوسه محشي قدموا لنا كوسه محشي ومش محشي في كوسه كانوا محشيين وفي كوسه كانوا مش ما محشيين. ايه ناهدة كنا عم ندوق وحده انا وشايف عطوان بيكونوا واقعين بالطنجره بالغلط بس مش واصل النقل لجوا. على كل الحكم النهائي عطاه الشيف عطوان وقرر انه هذا الصحن الموجود داخل الغطاء السحري هو الفائز معنا. مين رح يكونوا؟ هل رح تكون ناهدة وابنها الي او سلوى وابنها شربل او كارول وبنتها جينيفر؟ الفائز معنا بحلقة اليوم امي اقوى من امك. مين رح يقول للتاني امي اقوى من امك؟ منكشف 3-2-1 اوبا سلوى وشربل ايوه مدام سلوى كثير طيبة. فإذا سلوى وشربل الفائزين معنا اليوم بحلقة امي اقوى من امك وشربل صار فيك تقلن لكلن امي اقوى من امك. الف مبروك لكم. نشكر الجميع. لقاءنا الاسبوع المقبل مع ثلاث كوبلات جديد ثلاث طبخات جديد ببرنامج أمي أقوى من أمك. تطلعوا على خير. Thank you.